بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي نستعمل التولز بتاعت مايكروسوفت اللي هي مايكروسوفت فايل فاونديشن في بايوانفورماتكس. طيب إحنا المرة اللي فاتت عرفنا إزاي هنجهز الجهاز بتاعنا إن إحنا إيه نبدأ نتعامل مع الدوت نت بايو أو مايكروسوفت فايل فاونديشن. طيب انا دلوقتي مسطب عندي الفيجوال ستوديو 2010 وعندي الدوت نت بايو الاثنين متسطبين على الجهاز. جميل. فانا هفتح الفيجوال ستوديو وهعمل نيو بروجكت. المفروض ان احنا المره دي هنشوف مع بعض ازاي نجهز البروجكت عشان نشتغل على فاير انفورماتكس. المره اللي فاتت جهزنا شفنا السوفت وير او السوفت وير ريكويرمنت. النهارده هنشوف البروجكت نفسه، البروجكت الواحد هعمل له ايه عشان ابدا اشتغل عليه وابدا اعمل كود يخدم الشغل بتاع البيولوجيكال داتا اناليسيس. طيب انا هسمي البروجكت ده تيست دوت نت باي. جميل. وهنا انا ممكن اختار يا اما ويندوز ابلكيشن او ويب ابلكيشن او اي نوع من انواع الابلكيشنز اللي موجوده بتختارها. احنا هنختار النهارده ويندوز فورم، يعني برنامج ممكن في الاخر تعمله باكج على هيئه اي اكس اي او ام اس اي فايل، بحيث ان هو تقدر تسطبه، تقدر تتعامل معاه بالشكل ده ويتنقل ما بين جهاز لجهاز بمنتهى السهوله. فاحنا النهارده هنشوف ازاي نجهز برنامج ان احنا او ابلكيشن او بروجكت ازاي يتعامل مع القصه دي، والموضوع بسيط جدا وسهل جدا يعني. طيب الاول عشان نبقى اللي مش عارف، لو في حد بايولوجيست وما يعرفش تركيب البرنامج السي شارب او الدوت نت عموما، هو دلوقتي انا اول ما بفتح بيطلع لي فورم. الفورم ديت هي اللي بتطلع لليوزر، يعني اليوزر هنا بيبقى قدامه الفورم دي بتظهر له فيها الاكس اللي بنقفل منها والماكسمايز والمينيمم. طيب انا لو دوست دبل كليك على اي حته فاضيه في الفورم ديت هيدخلني على الكود اللي ورا الفورم اللي هو اللي انت بتكتبه. تمام. فده كده الكود بيهايند. الكود بيهايند متقسم جزئين، الجزء اللي فوق اللي هو شويه دول كده اللي هم اليوزنج، اليوزنج ده الجزء اللي فوق، والجزء اللي تحت اللي هو نيم سبيسز. تمام. طيب الجزء اللي فوق انا بس بقول له انا عايز استعمل كذا. فانا دلوقتي عندي يوزنج السيستم ويوزنج الداتا يوزنج لينك تكست كذا يوزنج. لو انا شلت يوزنج من دول مش هقدر استعمل الكود بتاعه تحت في النيم سبيسز. فانا عشان ابدا استعمل كود في النيم سبيسز لازم ابقى عامل له يوزنج فوق. فانا لما اجي اشوف كده هنا في الفورم رول انا عايز اعمل حاجه دي ان ايه، مش طالع لي في الاختيارات دي ان ايه. تمام. طيب عايز اعمل حاجه ار ان ايه، مفيش ار ان ايه. طب ممكن يكون في بروتين، مفيش برضو بروتين. طيب انا كده ما عنديش اي حاجه ليها علاقه بالبيولوجيكال داتا، ولا شغل على الدي ان ايه، ولا شغل على الار ان ايه، ولا شغل على البروتين. طيب ازاي ابدا اعمل يوزنج للباي؟ انا عايز استعمل يوزنج للباي، فابدا اقول له يوزنج. تمام. بايو، مفيش بايو، ده بيقول لي تيست دوت نت بايو، اسم السوفت وير، اسم البرنامج اللي احنا شغالين بيه، هو الاسم اللي احنا كتبناه لاسم البروجكت دلوقتي قبل واحنا بنكريت البروجكت من شويه، هو ده الاسم اللي احنا دخلناه، ده مش الدوت نت بايو اللي احنا عايزينه. طيب ده معناه ان هو مش موجود. طب فين الدوت نت بايو؟ هعمل له امبورت. هعمل له امبورت من انستليشن فايل، الانستليشن فايل اللي موجوده في البروجرام فايل اللي احنا مسطبينه، يعني احنا لما نزلنا البايو من الكود بليكس السيت اب نفسه موجود في البروجرام فايل. فانا هخش اعمل في ريفرنس، هقول له اد ريفرنس. تمام. عشان برضه نشوفها قبل ما نبدا، لما تيجي نشوف هنا هنلاقي اليوزنج في مايكروسوفت سي شارب وسيستم وكور وداتا وحاجات كده. انا هقول له يوزنج، هقول له قصدي اد ريفرنس، وهعمل 1000 على السي بروجرام فايل دوت نت بايو، هلاقيها اول واحده. هخش على دوت نت بايو، انا هدور على الفولدر بتاع البنج.
ايا كان الفيرجن اللي احنا هشتغل عليه بالدوت نت بايو او المايكروسوفت تولوجي فاونديشن، انا بدور على الفولدر بتاع البيان، بخش هنا هلاقي التولز، هلاقي الفولدر بتاع البيان، هخش جواه هلاقي كل الحاجات الدي ال ال اللي انا ممكن اشتغل بيها. طيب انا هنا عندي بايو دوت دي ال ال، بايو دوت دي ال ال دي اهم حاجه في الموضوع، دي اللي فيها كل الالجوريزم، كل الويب سيرفيسز، كل الحاجات اللي انا ممكن استعملها في الكود بتاعي ليها علاقه بالبيولوجيكال داتا، سواء دي ان اي او ار ان اي او بروتين، بكل الامينو اسيد، كل حاجه. طيب هو ايه الدي ال ال اصلا؟ هي اختصار دايناميك لينك لايبراري. دايناميك لينك لايبراري بتبقى مكتبه جواها مجموعه اكواد جاهزه، تمام، مكتوبه قبل كده، انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتعيد استخدامها تاني في الابلكيشن بتاعك على حسب طبيعه الابلكيشن وعلى حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها، تمام. فانا هقول له اوكي، فايه اللي بيحصل؟ دخل لي الدي ال ال بتاعت البايو في وسط الحاجات، ده معناه ان هي بقت موجوده جوه البروجكت بتاعي اللي هو اسمه تيست دوت نت بايو. طيب هل ده معناه ان انا لما اجي اعمل لها يوزنج هقدر؟ نشوف كده. بقى في اتنين، بقى عندي بايو وعندي تيست دوت نت بايو اللي هو اسم البروجكت. طيب انا كده عملت لها يوزنج، بص كده لو دوسنا دوت هلاقي جواها الجوريزمز وجواها فايلوجينيتكس وجواها حاجات ايه تاني. طبعا لو اخترت الجوريزمز هلاقي بقى الالاينمنت والاسمبلي وحاجات والترانسليشن وحاجات، وكل ما تخش في حاجه ايه تقدر تتعامل معاها. انا دلوقتي عايز استعمل البايو بس. دايما اخر اي كود في السي شارب كله ايا كان نوع الكود، اخر الكود لازم يكون سيمي كولون ايا كان الموضوع، تمام. لو انا مش حاطط السيمي كولون هيطلع لي ايرور ويقول لي اكسبكتد، انا مستني منك هنا ايه سيمي كولون، احطها له سيمي كولون، يبقى انا كده ايه خلصت الكود بتاعي. طيب انا كده عملت يوزنج فوق، ما دام عملت يوزنج فوق يبقى اقدر تحت في النيم سبيسز اقدر استعمل الكود بتاعي واقدر الاقي دي ان ايه، لقيت دي ان ايه الفابت، جميل، يبقى انا ده نسخه من الدي ال ال بتاعت البايو جواها تعامل مع الدي ان ايه، تمام. برضو الار ان ايه معانا، الار ان ايه الفابت معانا، البروتين الفابت. ده بيوصلنا لفكره ان كل دايناميك لينك لايبراري جواها مجموعه اكواد جاهزه، الاكواد الجاهزه دي انا بعيد استخدامها مره اخرى، فكره الريوزابيلتي ان انا بعيد استخدام الكود مره ثانيه اكوردنج للابلكيشن بتاعي، اكوردنج للنيد، اكوردنج للريسيرش اللي انا شغال فيه، ايا كان الوضع. احنا هنبدا نتكلم على كل الحاجات اللي في الدي ال ال بتاعت البايو، وفي دي ال ال ثانيه كذا واحده بتبقى موجوده في الدوت نت بايو، وفي الجوريزمز بيبقى ليها دي ال ال لوحدها، والموضوع سهل خالص. بس هي الفكره الاساسيه في الموضوع ان انا بدخل الدي ال ال بتاعي في الريفرنس من براوزنج من على الهارد، بعمل يوزنج للدي ال ال اللي انا خدتها، ببدا استخدم الايه الكلام ده في النيم سبيس او في الكلاس اللي انا بشتغل بيها. ان شاء الله اتباعا كده هنبدا نشتغل في الموضوع دوت، ونشرح واحده واحده الدوت نت بايو، ونبدا مع بعض بامثله عمليه. المثال دوت ان احنا هنعمل سوفت وير بيعمل ترانسليشن مثلا، حاجه بسيطه كده بحيث ان احنا تقرب لنا الفكره اكتر. وان شاء الله هبقى بستعمل نفس التريننج سيت اللي نازله من مايكروسوفت، بحيث ان لما حد ينزلها يحس ان الموضوع قريب ويقدر يتعامل مع الموضوع بشكل ابسط واسهل.